علاقة صداقة حميمة بين التمساح أخطر الزواحف المائية والبرية على الإطلاق وبين صياد في كوستاريكا، هل الكلام ده ممكن يحصل؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدي وتاج راسي محمد بن عبد الله، معكم محمد الجاسور وقناة تنابيش، قناة بتهتم بالتنبيش والبحث في كل فروع المعرفة في كل زمان وفي كل مكان فوق سطح هذا الكوكب. أقام صياد من كوستاريكا جنازة مهيبة لتمساح أنقذه الصياد من الموت ورعاه، ومن أجله هجرته زوجته وظل صديقا له لا يفترقان لمدة 20 سنة. حيث ذكر موقع ديلستار جيلبرتو أن شيتو، ده اسم الراجل الصياد، بدأت صلته الفريدة مع التمساح ذلك الوحش المخيف في عام 1989 على ضفاف نهر ريفينتازون، حيث كان يحتضر متأثرا بجراحه بعد إصابته بطلق ناري في رأسه. ولمدة 6 أشهر قام شيتو برعاية التمساح المصاب بجروح قاتلة حتى استعاد التمساح صحته. أطعمه حوالي 70 رطل من الدجاج والأسماك كل أسبوع، وأظهر له الكثير من المودة. يقول شيتو إن التمساح رفض في البداية تناول الطعام، ولكنه بدأ يستجيب له شيئا فشيئا بعد أن اطمأن له ووثق به وشعر أنه يهتم به. في هذا الوقت أدرك الصياد أن التمساح لا يريد الطعام فقط، بل يحتاج للحب حتى يستعيد إرادة الحياة. لذلك كرس شيتو حياته للعناية بتمساحه المحبوب، لدرجة أن زوجته غارت من التمساح وتضايقت وهاجرت زوجها لأنه كان ينام بجوار التمساح. ورغم ذلك لم ينزعج شيتو من زوجته، وشعر أنه يمكن أن يحصل على زوجة أخرى، لكنه لا يستطيع أن يحصل على صداقة مثل صداقته لهذا التمساح، هذا المخلوق المسكين. الفيديو لسه مخلصش، خليك معايا، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات واللايك والشير والكومين. وبعد فترة تعافى التمساح الذي أطلق عليه شيتو لقب بوكو، وأعاده إلى البرية وأطلقه في نهر بالقرب من منزله. فوجد شيتو صديقه التمساح نائما خارج منزله في صباح اليوم التالي، بعد أن قرر التمساح البقاء مع صديقه البشري. وأدرك شيتو أن صديقه التمساح يمكن تدريبه، وكان يأتي إليه بمجرد أن يناديه باسمه، وبعد فترة سمح له التمساح بتقبيله. وبثت القناة السابعة لتلفزيون كوستاريكا برنامجا تلفزيونيا يصور العلاقة بين بوكو التمساح وشيتو الإنسان. الكلام ده كان في يوليو سنة 2000، وبعد ذلك انتشرت شهرتهما بسرعة في جميع أنحاء العالم. وفي كل يوم حد ولأكثر من 20 سنة كان شيتو يقدم عرضا فريدا مع صديقه، وهو لا يرتدي سوى قمصان مصنوعة بنقشة الفهد، إذ كان يغوص في بحيرة بالقرب من منزله ويسارع بوكو بالذهاب إليه، وفكه القاتل القوي مفتوح على مصراعيه كما لو كان على وشك الهجوم، وفجأة يغلق فمه في اللحظة الأخيرة ويتلقى قبلة
على فمه من صديقه. وكان شيتو يتقاضى دولارين فقط مقابل العروض الأسبوعية دون أن يضغط على التمساح لأداء المزيد من العروض، قائلا: إنه صديقي، لا أريد أن أعامله مثل العبد، لا أحب أن أستغله. واجتذبت الصداقة الفريدة السياح، وكذلك اجتذبت أيضا العلماء المشهورين. ولكن في النهاية مات بوكو لأسباب طبيعية بعد ما يقارب من 23 سنة من إصابته القاتلة في رأسه. وتكريما لهذا التمساح أقام له شيتو جنازة حقيقية تقبل فيها العزاء من الجيران، وغنى للفقيد أغنية الوداع، واحتفظ بمخالبه وحنطه ووضعه في جواره في منزله. الفيديو لسه مخلصش، خليك معايا، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات واللايك والشير والكومنت. وفي أستراليا هناك صداقة أخرى مع تمساح، فقد ظهر المذيع الأسترالي الشهير مات رايت وهو يسبح مع أحد التماسيح التي تعتبر أحد أكبر الحيوانات الزاحفة المفترسة في العالم، حيث قال إنه يخاف أكثر من أسماك القرش الثور. وأفادت صحيفة الديلي ميل البريطانية أن مات رايت ظهر مع تمساح طوله 2 متر و15 سنتي يدعى كلوديا في 22 يونيو، ونشر مات رايت صورة لمواجهته بالتمساح عبر حسابه بموقع انستغرام. وأوضحت الصحيفة أن رايت لديه علاقة وثيقة مع التمساح كلوديا منذ أن أنقذها عندما وجدها على الشاطئ بعد أن علقت في شبكة وكانت منهكة جدا. ويعمل المذيع الأسترالي مات رايت مع التماسيح منذ أكثر من 25 عاما، وعنده البرنامج الخاص بتاعه على قناة ناشونال جرافيك، ولديه خبرة في التعامل مع الزواحف عامة وبخاصة التماسيح، حيث يقوم بذلك بشكل يومي ويشارك باللقطات الغريبة التي يظهر من خلالها وهو يعامل التماسيح بطريقة خطيرة. ومن إحدى مغامراته أيضا أنه ذهب إلى إندونيسيا للمساعدة في القبض على تمساح طوله 13 قدم، إلا أن كل محاولات الإمساك بهذا التمساح باءت بالفشل. وبكده الفيديو خلص، لكن المعلومات لسه ما خلصتش. ياريت أكون ضفت لسيادتك معلومة جديدة. ما تنساش تصلي على سيدي وتاج راسي محمد بن عبد الله، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات واللايك والشير والكومنت. انتظروني كل اثنين وخميس مع فيديو جديد. أنا محمد الجاسور، لكم مني أطيب الأمنيات. إلى اللقاء.